وفي السياق نفسه شهدت فعاليات اليوم الخامس والأخير من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة إقبالا كثيفا من الزوار، فيما شاركت 20 مصممة إماراتية بتصاميم عصرية وإبداعية في عالم المجوهرات بالمعرض. التفاصيل في التقرير التالي. بتصاميمهن العاكسة للشغف والإبداع الكامن في بنت الإمارات، نجحت 20 مصممة إماراتية في خطف أنظار زوار اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات. دعونا نتعرف معكم أكثر على تصاميمهن في جولتنا هذه. وسط مشاركة أكثر من 900 علامة تجارية محلية وعالمية من أبرز الأسماء المتخصصة في عالم تصميم الساعات والمجوهرات، سطع بريق المصممات والمصممين الإماراتيين في نسخة اليوبيل الذهبي لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، حيث استطاع أبناء الوطن خطف أنظار الزوار. فعبر منصة صاغة الإمارات عرضت مجموعة واسعة من التصاميم الجامعة بين الجمال الفريد وبراعة الصنع، وتخبئ كل قطعة منها حكاية مميزة، كمعروضات خديجة السلامي إحدى المصممات الإماراتيات المشاركة في المعرض. كان عندي هاجس وحمل عندي أني أنا أبغي أنقل التراث الإماراتي، دائماً يقولون أنتوا شو عندكم في الإمارات؟ فأبغى أقول لهم عندنا فنون جميلة، عندنا تراث جميل، عندنا أشياء جميلة، نبغي ننقلها بطريقة كل واحد ينقلها بطريقته. فأنا طريقتي أنا أني أنا أصمم مجوهرات من بيئة الإمارات. حرفية رائعة وأساليب فريدة تجسدها اليوم المصممة عائشة الحوسني، المستوحية تصاميمها من عشقها لرسم الطبيعة والرسوم الكرتونية لتنطلق منها في فضاءات الإبداع. من سنة تقريباً وأنا في هاي الرحلة أني أصمم وأجرب ويفشل التصميم وأرجع أعيده وأسوي واحد ثاني وواحد ثالث ورابع، لين ما وصلنا من 3 أسابيع تقريباً أن وصلت مرحلة أن خلاص أنا جاهزة أني أطلق البراند. فنفس ما تشوفين انطلقت بالأبراج، مجموعة الأبراج، وانطلقت بالكلاسيك، وعندي الحين السانشاين كولكشن. قصة أخرى تعكس أن الإبداع ليس حكراً على أحد، فبعيداً عن مجال الطب قررت الدكتورة عبير عوض دخول عالم المجوهرات على الرغم من أنه أمر كان محض صدفة، لا سيما وأن اختصاصها بعيد عن مجالها كطبيبة، إلا أن حبها وشغفها بالجمال والرسم دفعها إلى اكتشاف هذه الموهبة. معرض إكسبو العالمي طبعا احنا وايد فخورين، انا عن نفسي اتكلم واعتقد كل البنات اللي في المنصه عندهم نفس الفكره، لان صراحه غرفه تجاره وصناعه الشارجه ومعرض اكسبو طبعا تحت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارجه سلطان القلوب الشيخ سلطان، والقايمين كلهم في غرفه تجاره وصناعه الشارجه ومعرض اكسبو يقدمون لنا دعم يعني لا متناهي. هذا وتعد منصة صاغة الإمارات إحدى المبادرات الداعمة والمقدمة لأبناء الوطن من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، ونجحت هذه المنصة في دعم أكثر من 45 مصممة ومصمما إماراتيا قدموا عبر المنصة تصاميم مبهرة من الذهب والمجوهرات، لتحقق المنصة بهذا سجلا حافلا من النجاحات في دعم المواهب الإماراتية.